أكد سعادة السيد عبد الله بن فيصل بن جبر الدوسري مساعد وزير الخارجية خلال الجلسة الثانية من مناقشة تقرير مملكة البحرين للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي عقدت في جنيف، أكد على نجاح النهج الإصلاحي لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في تأسيس البنية الديمقراطية للمشاركة في الحياة العامة وحرية الرأي والتعبير وتمكين المرأة سياسيا واقتصاديا وتحقيق التنمية الشاملة وتعزيز عوامل الوحدة في المجتمع. ردود وافية قدمها وفد مملكة البحرين على أسئلة اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في جنيف في اليوم الثاني من مناقشة التقرير الدوري لأوضاع حقوق الإنسان في البحرين. وفد المملكة أكد حرص البحرين على توطيد جهود التنمية الشاملة والمستدامة وحماية وتعزيز الحقوق لتطال كافة شرائح المجتمع البحريني. مساعد وزير الخارجية ورئيس وفد المملكة أمام اللجنة المعنية بحقوق الإنسان عبد الله بن فيصل بن جبر الدوسري أكد دعم احترام الحقوق المدنية والسياسية التي يؤكد عليها ميثاق العمل الوطني ودستور المملكة وتشريعاتها. تسير مملكة البحرين على خطط مدروسة تمتد لمستقبل بعيد الأمد من خلال استراتيجية البحرين 2030 والتي وتضع توجهات ورؤى البحرين التنموية للمستقبل وفق خطة محكمة واستنادا إلى العدالة والتنافسية وتحقيق أكبر قدر من التنمية المتوافقة مع ما تشهده البلاد من تجربة ديمقراطية رائدة تعزز خلالها مناخ الحرية والانفتاح والتطور والمواطنة وحقوق الإنسان، حيث تزداد فيها نطاق التقدم والإصلاحات إلى ما وراء حدود التوقع، ما جعل مملكة البحرين تحظى بإشادة وإعجاب دول العالم. وتنتهج مملكة البحرين سياسة خارجية معتدلة ومتوازنة وفاعلة تحقق المصلحة الوطنية وتدعم القضايا الخليجية والعربية والإسلامية والدولية، وتركز هذه السياسة على أهمية التعاون بين الدول والشعوب في إطار مبادئ الشرعية الدولية والتمسك بقيم التسامح والاعتدال والتعايش السلمي، وترسخ ثقافة الحوار بين الأديان والثقافات ومواصلة العمل في إطار الشرعية الدولية. وفد المملكة الذي ضم خبراء ومتخصصين في القانون والتشريع وشؤون العمل والمرأة والتنمية الاجتماعية والإعلام قدم ردودا مفصلة على ملاحظات وأسئلة اللجنة الأممية. بالنسبة للتساؤل المتعلق بالحق في حرية التجمع، فيؤكد وفد بلادي إلى أن دستور مملكة البحرين في مادته رقم 28 الفقرة باء قد كفل حق الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون. ردا على ما يتعلق بإدارة التدقيق والتحريات الداخلية التي تم إنشاؤها مؤخرا بالوزارة، فهي كما أشرنا في ردنا السابق بأنها جهة تتلقى الشكاوى المتعلقة بالتعذيب أو سوء المعاملة، ولقد باشرت الإدارة عام 2015 فحص 417 شكوى، وفي عام 2016 فحص 328 شكوى، وفي عام 2017 305 شكوى. ورد السؤال حول مسيرة كانت في حدود 2000 عامل، في الواقع هي كانت 400 عامل، وصحيح أن هذه هي شركة واجهتها بعض التعثرات البسيطة المالية، وتم حل هذه المسألة وحصول العمال على حقوقهم ومستحقاتهم كاملا. حسب إحصائيات عام 2017 يعمل في مملكة البحرين حوالي 40 مراسل مقيم لوسائل إعلام أجنبية، ويصل العدد في بعض الفعاليات والمناسبات الكبيرة إلى 300 مراسل متواجدين في مملكة البحرين في ذات الفترة. اللجنة الأممية المعنية بحقوق الإنسان أثنت على المضمون الوافي لتقرير البحرين الحقوقي، وثمنت تجاوب المملكة مع التوصيات والملاحظات التي تساهم في تعميق الشراكة لصالح تعزيز حقوق الإنسان بين المملكة والمنظمة.
مملكة البحرين تؤكد مضيها قدما نحو تعزيز وحماية حقوق الإنسان وحريته السياسية والمدنية كأساس استراتيجي ثابت في السياسات المعتمدة القائمة على تطوير وتحديث التشريعات الوطنية وفقا للدستور والمواثيق الدولية. من مقر الأمم المتحدة في جنيف، دينا أبي صعب، تلفزيون البحرين.